انت ارمي لهم سم زي ما انت بترمي. يعني انت رميت لهم سم يعني؟ رميت. برضه قاعدين في منطقة فاضية من كل ناحية ولسه ما فيهاش سكان، ومنطقة خلا وتعتبر صحراء، والكلاب دي كلاب حراسة. وبعدين انت كجهة المفروض انا بتعامل معاك تيجي بطريقة وبأسلوب مش مظبوط، اسلوب ما يصحش التعامل بيه مع جمهور او مع ناس. وبعدين ايه السلطة القوية اللي انت فيها عشان تقدر تعمل هذا؟ الموظف بيرهبني بيقول لي مش هتعمل لي حاجة، احنا الجهاز احسن ناس. هي دي الموظفين بتاعت الحكومة؟ هي دي التعامل مع المواطن؟ امال انا لو رحت له الجهاز بقى هيضربني ويعمل لي قضيه ان انا ضربته؟ انت ارمي لهم سم زي ما انت بترمي. يعني انت رميت لهم سم يعني؟ رميت لهم سم تبع الجهاز؟ ها تبع الجهاز؟ تبع الجهاز. طيب ماشي، ودي عربيه الجهاز دي؟ ايوه احسن ناس اهو. ماشي بقول لك ايه، انا بقول لك صور، انا بقول لك ما تصورش صور. بقول لك احنا تبع الجهاز، انا بقول لك تبع الجهاز. الجهاز يسمح لك تسم حيوان؟ ايوه، ما هم طلعونا كده. رئيس الجهاز امرك تسم حيوان؟ اه احنا جهه تنفيذيه مش عارف معاك حاجه. جهه تنفيذيه مش عارف اعمل معاك حاجه. مفيش جار ليا، انا بدخل بعربيتي هنا بالليل سيادتك. لو انا ثبت البيت ده مسروق من شهر، مسروق منه 50,000 نقدي البيت ده، وفي محضر بيه سيادتك، ومسروق منه دفتر شيكاتي، مسروق منه ذهب الاولاد كلها. قبلها برضو كانوا سامين لي كلب، كان هو حارس نفسي بس ما اعرفش مين اللي سامه. يعني قبلها بليله كان مسموم الكلب بتاعي اللي هو حارس البيت من بره. الكلاب دي زي ما انت شايف حضرتك انا باكلها اكتر ما اكل اولادي. ده بيت الكلاب بتاعتي ده. دي كلاب مش كلاب ضاله، دي كلبه واحده عندي موجوده، ودول اولادها كانوا 6 اولاد. بيرموا حتة اللحمة الصغيرة اللي فيها السم دي، ممكن عيل، أنا عندي 5 أطفال، أكبر واحد فيهم عنده 7 سنين، يطلع ياكل اللحمة دي. طفل مش فاهم حاجة، أنا خايف من كل حاجة حوالين البيت دلوقتي. فاهم الكلاب دي بيصرف عليها وبيشتريها وجايبها معاه من بره، ويعني ذات قيمة هو بالنسبة له، تحرسه في يعني كأمان له في المكان اللي هو فيه بالليل ساعات، لأنه المكان مهجور شوية. بس ف يعني اللي حصل ده يعني بصراحة يعني مش بالطريقة ديت، يعني حيوانات زي ديت هي حاجة كناحية إنسانية وناحية دينية ما ينفعش. بس تاني حاجة الكلاب تعتبر كنوع من الحراسة. الراجل اللي زرق أكل دخل الجنة، فين إحنا من الكلام ده؟ فين من الكلام ده؟ انت عندك حاجات كتير ليها اولويات تتعمل، مش تضرب الكلب. الكلب ده حارس حيوان يعني اليف، ده انت لما بتطعمه يعني بيبقى قريب منك وبيحرسك. بتعمل ريحه في المنطقه، بتعمل عفونه في المنطقه، بعد يومين ثلاثه بيكون الكلب تضخم عمل ريحه، محدش بيجي يشيله الا بعد يومين ثلاثه. ودي روح بيسموا ارواح. ليه نداء للاستاذ وائل الابراشي؟ الرحمه حلوه.